والنجم النجم نقول اليوم السفير التونسي الممتاز والبارز في الرياضة التونسية وأحسن صورة يعطي فيها على تونس وعلى مستوى تونس. نحب شخصيا كرئيس سابق للنجم نشكر الهيئة المديرة الحالية على رأسها سي رضا شرف الدين على الحضور معنا. أهم شيء بالنسبة لنا احنا اللي النجم هو سيلو سيمون دو لا ريجيون. شيء هذا نحن متعلقين به برشا، هذه جمعيتنا على أجيال اللي كونوا الفريق بارك الله عشرات السنة وقريب المئة سنة. توا نحب نشكركم على الحضور، نشكر كل الأخوة اللي موجودين لهنا. نتواصلين فورم كبيرة، الناس قاعدة هنا فرحانة بتتويج كأس العربية. الحمد لله صافي ان كون بليزير تلقى الناس هكذا، رؤساء اللي فاتوا ولاعبين القدامى صافي ان كون بليزير كي رانا معاهم هنا متواجدين. أنت أكيد باش تقف باش تبدا أكثر إنسان هكا حاس شوية لأنه زوز ماتشات مهمين. بزهرك أنت الجمهور الكل يعني بعد البونت اللي ماركيته في البطولة العربية يعني الناس كل حست البلاصه نتاعك فارغه وكنت نجم تعاون للاسف. وي بيان سير انا درت غلطه وان شاء الله ما تعاودش، هذيك بطاقه حمراء درت ايرور ان شاء الله ما تعاودش كما قلت لك. وش نقول لك، احنا عندنا مجموعه متكامله والمونترينور عنده او كاين دي جوالي خلفوني ان شاء الله في مباراه العوده ان شاء الله نفوزوا باش نروحوا النهائي ان شاء الله، ان شاء الله واحد يسجل في النهائي ان شاء الله. تشوف معناتها جوالات قدم وتشوف مسؤولين كبار في النجم هذا الساحلي يقدم وتشوف معناتها كوادر البلاد، يعني حاجه باهيه تتحسب له. عندنا برشا علم هذه صحيح، عندنا برشا عديت روايات الحمد لله ربي، ربي كرمنا المره هذه وزينا كوب دارا كوب اراب وكنا ابطال العرب عن جداره، بارك الله فيهم وان شاء الله ان شاء الله تدوم اللمه هذه ان شاء الله ان شاء الله ونكملوها بالكاف ان شاء الله. نشكر برشا سي معز دريس اوتيل دي بيرل على اللمه هذه اللي مزيانه، اللي تعرف ما فما كان نجم الرياضي الساحلي نجم يلم ظهر لي اطراف الجمعيه الكل سياسيين برشا عباد، دونك الحمد لله ان شاء الله ديما النجم الرياضي الساحلي في العلي، ان شاء الله ديما النجم الرياضي الساحلي يشرف وينور الكره القدم التونسيه وتونس اون جينيرال. كره اليد التونسيه وكره اليد بالطبيعه الرياضه اون جينيرال ديزون الرياضه الكل ان شاء الله. الحاجه الباهيه انه جات مع زوج تتويجات سي امينه. صحيح ومش سهل تعرف، معناتها خمسه ايام ما بين التتويج القاري نتاع النجم الرياضي الساحلي في كره اليد ومن بعد التتويج الاقليمي نتاع كره القدم، دونك مش حاجه سهله مش ما تصيرش ديما. الحمد لله الحمد لله جات مع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله تتواصل ديما هكا الافراح. مش حاجه تجم تفرح محب للاتوال اكثر من تزيد، وان شاء الله ديما الاتوال تجيب لنا الجدروات السوسه وتجيب لنا الجدروات جماهيرها الكل في كامل ارجاء الوطن وفي الساحل. ما نجمش نقول لك معناتها فما شعور واحساس بالاعتزاز وبالفخر الانتماء للفريق النجم الرياضي الساحلي اكثر من اليوم. ان شاء الله ديما 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 متالق النجم الرياضي الساحلي وان شاء الله ديما معناتها منور تونس والنجم الرياضي الساحلي. الحاجه الميزه نتاعو انه ما يخيبش الامال كل ما يحل في التظاهرات الافريقيه ولا العربيه ديما ويشرف تونس. ان شاء الله ديما نتواصلوا ونواصلوا في المردود هذا وان شاء الله ديما العائله الموسعه نتاع النجم الرياضي الساحلي ملمومه مع الفريق نتاعها وتضافر جهود الناس الكل بما فيهم الجماهير. النجم ما تنجم تكون كان ديما متالقه وديما ان شاء الله تعطي احسن صوره للبلاد.